عليكم اخوش، مرحبا بكم معنا في فيديو جديد. نهار جديد، كل شيء جديد. نتمنى لكم تكونوا كاملين بخير. عارف راسي غبرت عليكم دابا شي 2 سيمانات تقريبا، ما درت لكم شي فلوغ ولا شي حاجه. المهم كنوجد لكم شي فلوغات وداك الشيء. وكما كتعرفوا ان الفلوغ الاخر وصل 1700 فيو، وصراحه شي حاجه اللي فرحتني بزاف. واليوم وجدت لكم واحد الفلوغ اللي واعر، وجاسبيغ انكم توصلوا ل 2000 فيو باش نبقى لكم دي فلوغ اللي يكونوا في مستوى واعر. ومهم اخوت لك تو او مارك تشوفوني، ما تنساوش تحطوا لتحت ديروا سبسكرايب وبارطاجيو ودلاشين مع حبايبكم صحابكم عائلتكم الناس اللي قراب ليكم. المهم دابا قاش نمشي نفطروا داك الشيء ومن بعد نخرجوا، حيت اليوم في الفلوك تاع اليوم غنمشيو نتفرجوا في ماتش تاع المنتخب المغربي تاع ضد بوركينا فاسو. المهم خليكم معنا في هاد لا فيديو اللي غتكون فريمون سبيسيال، و جيسبيغ انها تعجبكم. وما تنساوش ديروا لايك الى عجبتكم الفيديو، وخليوا لي زافي تاعكم في الكومونتير، و جيسبيغ ان هاد لا فيديو يعجبكم. Maintenant le score est 1-0. Dans les demi-temps, je pense qu'on va perdre 2-1. J'espère que le Maroc gagne.
On l'espère. Merci. Bonjour à tous et à tous. Mesdames et messieurs, nous ici à Rabat Salé, nous retrouvons Maroc. Maintenant 1-0 à la mi-temps. Aujourd'hui, nous sommes avec Amine. Oui. Alors, 1-0 pour le Maroc. Pour Burkina Faso. Alors, dites-nous l'ambiance de ce match. Le Maroc joue très bien. Bonjour, ça, Burkina Faso. Vous pouvez parler arabe. واحد زيرو شخص المغرب مع بوركينا فاسو ونتمنى تاتشي ان شاء الله. ميرسي. نتروف على الدوزيام ميتو. مرحبكم صحابكم عائلتكم ونسل قرابكم مهم وما تسوش أبنوا عندي في أنستغرام وخليكم هنا يا تأبنوا عندي ومهم كيف ما اشتوف هذا الفيديو أن المغرب اليوم خسرت الواحد صراحة اليوم ما لعبوش مزيان وأنا بيرسوني ما عجبنيش الأداء ديالهم يعني كانوا مستحقين أنهم يخسروا في هذا الماتش ولكن نتمنى اليوم حظ موفق في الماتش الجاي وكيف ما كتشوفوا أنا وصلنا لخاطر هذا الفيديو وجيسبيغ أنها تكون عجباتكم وكنقول لكم تهلاو العشران.